أهلا بكم مشاهدينا في هذا العاجل. أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها بأن المعلومات المغلوطة والمضللة التي يتم تداولها حول مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة لا أساس لها من الصحة، وبأن هذه المناورات في هذا الوقت بالذات تفسح المجال للفوضى مستندة إلى أخبار مزيفة هدفها التلاعب والتضليل. رئاسة الجمهورية أكدت بأن هذا القرار المهم الذي يهدف إلى التخفيف عن شريحة من المجتمع وخاصة الشباب هو إنجاز لا رجعة فيه، ولن يتغير شيء يتعلق بشروط منحة البطالة التي تتيح أيضا الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء. وصلنا وإياكم لنهاية هذا العاجل. سلام. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.